كده عايز المجموعه الموجوده مع الدكتور انا كل محافظه يكون في شاب شابه شاب وشابه دي مجازه صغير يعني قالوا في التاثير الفسيولوجي اللي هم بتاعتها ان سن الرشد لغايه 60 سنه فيعني عشان بس كلمه شاب وشابه ما اقصدش فيها سن معين لكن عايز كل محافظه من الساده اللي موجودين في المدارس وشاب وشابه يكون ينضم معانا ومعايا انا في مجلس الصاله من المحافظات الكليه اتناقش معاه بصفه مستمره مشاكلنا والتطوير واللي مش شايفينه علشان نكون طبعا ممكن تعمله سهل جدا ممكن تعمله النهارده سهل جدا واستاذنكم بس يعني في الاخت اللي كانت اتكلمت هنا الشيخ موسى واخونا بحر يعني برضه هيكون في تواصل معاكم ومستمر غير الشاب والشابه من كل محافظه يمكن الملاعب الرسميه لعب على البطولات هي دي البلد ما بتبقاش فيها بالرغم من السنه القاهره بتعمل حاجه جديده مزج ما بين المجيء الصناعي والمجيء الطبيعي. لكن هو علشان يجي بشكل اسرع وما يحتاجش صيانه وتجديد وميه وحاجات كتير فحل اللي هو افضل من العدم ان احنا نلعب على رمل او بالرغم ان في اقتراح ان احنا نعمل ملاعب رمليه كثيره جدا تبقى موجوده ومنتشره في كل الاماكن بتاعها الشباب اللي بتعرف يلبسوا في الوقت الحالي.